طيب ننتقلوا للوصفه الثانيه بشرى. عندنا غريبه باللوز بالالوان. غريبه خاطر بالالوان راه ماشي الوان. نعم غريبه ديال اللوز بالالوان ملونه كتجي يعني واخا. عندنا واحد نص كيلو ديال اللوز مطحون. نص كيلو ديال اللوز مطحون. 300 غرام ديال السكر. 300 غرام ديال السكر. نص خماره. نص خماره. ثلاثه ديال البياض البيض. ثلاثه بيض البيض. وبيضه كامله. بيضه كامله. والمقادير. نعم سكر كلاسي بالنسبه للتزيين. والزهر خلاص نعم. سكر كلاسي والزهر. والزهر للتزيين. هذه غريبه ديال اللوز بالالوان. اللون واحد الكاس ديال الكونفيتور جاري. نعم ديال المشمش يكون جاري. نعم كاس ديال المربى اللي يكون ديال الحلويات. ديال الحلويات معروف ما كيكونوش فيه طريفات وانما كيكون هو بحال سائل. نعم كيكون سائل يكون كاس كبير. نعم هادو هما المقادير. كناخذوا اللوز ديالنا كنفسخوه كنطحنوه مع ديك الكميه ديال السكر بحال غادي نديروا العقده ديال باش كنصاوبوا الكعبه ولا كنزيد عليه ديك البيض ثلاثه صفار البيض ديك البيضه كامله ديك الكاس الكونفيتور ديك الفانيليا وكنخدموا كل خماره وكنخدموا كل شيء وكنديروا على شكل غريبه كنفندوها في الزهر والسكر كلاسي. السكر كلاسي وكندخلوها الطيب كيجي فيها واحد اللون ليموني ماشي داك الكونفيتور. نعم داك المربى نعم كيعطي واحد اللون ما كتبقاش داك اللون ديال يعني ما كتبقاش غير اللوز بيض. لا او غير غريبه بيضاء اللون البني. واللي بغات السيده ما بغاش دير الكونفيتور ما بغاش دير المربى دير الالوان اللي كتبغي الالوان دير بحال تقسم ديك الكميه ديال اللوز اللي عندها اللي عندها ولا ثلاثه ديال الاشكال ديال الالوان دير مثلا غوز دير صفر اللون اللي بغاتو السيده. لا بغاتها ملونه بغاتها دير غير بلون واحد كدير دير غير المربى وهو شي حاجه اللي هي طبيعيه طبيعيه. نعم طيب غريبه ديال اللوز من عند لا بوشرى. نص كيلو ديال اللوز مطحون ياك بطبيعه الحال نكونوا سلقناه مفسوخ مفسوخ ومطحون مع السكر بحال ديال العقده اللي كنديروا بها. يعني غنحتاجوا نص كيلو ديال العقده ديال اللوز ياك. نص كيلو ديال اللوز نعم. غنحتاجوا 300 غرام ديال السكر. عندنا نص خماره ثلاثه ديال بيض البيض وبيضه كامله. غنحتاجوا السكر كلاسي والزهر اللي غادي نفندوا فيهم في التالي. وعندنا كاس ديال مربى سائل. ناخذوا هذه المكونات كامله كنخلطوها كنخلطوها وتنكونوا منها غريبات تنديروهم في الزهر ونفندوهم في السكر كلاسي وكندخلوهم الفران كيطيبوا وتنخرجوهم وتنقدموهم بالصحه والراحه.